رسالة هؤلاء الأطفال هي الأمل والحياة، رسالة أطلقت في خلال عرض أزياء شارك في تقديمه أكثر من 10 أولاد من مركز سرطان الأطفال في لبنان بالتعاون مع مجمع الأبيسي في الأشرفية، الذي خصص نسبة 2% من مشتريات أقسامه المتعلقة بالأطفال ليعود ريعها إلى مركز سرطان الأطفال. مركز سرطان الأطفال مبني على التبرعات لتأمين علاج أطفالنا. كان لازم يكون مشارك 15 طفل، بس للأسف كان عندنا اليوم 3 شوي تعبوا وفاتوا على المستشفى. نتمنى لهم الشفاء السريع، كانوا عم يجوا يعملوا ريهرسل يتدربوا وعاشوا لحظات كتير حلوة خلال هالفترة. اليوم بنحب نذكر الناس انه نسبة الشفاء هي 80%، فوجودنا اليوم كتير اساسي لنكون عم نأمن لأطفالنا هالشفاء. طفل مريض والطفل اللي مانو مريض هن طفل واحد عندهم نفس الاحتياجات وفيهم يعيشوا بنفس الطريقة، فيهم يكونوا مبسوطين يهتموا بالفاشن. لحظات من الفرح عاشها الأطفال علها تحمل الشفاء لكل صغير مريض وتعيد بريق الأمل إلى حياته.